احنا مش عندي اربع محددات للناس اللي في الرشاشات القديمه بقى. ايوه الرشاشات الجديده خلاص الشقق وفلوسها موجوده والتقسيم وقطع الارض موجوده. القديم في اربع موضوعات مش هسمح بيهم ابدا، اللي انت فخر زيت، اللي تحت الاتنشن، اللي تحت جبل، اللي خارج خطوط التنظيم. امين. بس كل ده مع حضرتك هنظبطه معاك.